لما تحاولوا تتكلموا كده. طيب اسمعكم. سامعني؟ طب حتى حد يكتب شات لو سامعني. طيب يا سامعني؟ طيب ممكن حد فيكم يتكلم كده، شغل المايك كده شوف الصوت شغال ولا لا عندي. شغال كده؟ يا ولي مين اللي بيتكلم؟ نور وليد صح؟ نور نور اللي بتتكلم؟ نور. تمام كده الصوت شغال. يا ريت شباب بقى ايه كل الاسئله بقى اللي هسالها لكم، مش عارف البرزنتيشن مش عايز اتحمل ليه، الاسئله اللي هسالها لكم بقى الناس ترد عليها وتفتح المايك. خلاص النهارده ان شاء الله باذن الله هنحل مع بعض ايه كويشنز كده على اللي هي الاسئله بتاعت الاسئله بتاعت المصري احنا بنحلها مع بعض على الجزء بتاع الاتوميز البرزنتيشن. بس اتحمل كده. حملت يا شباب ظهرت قدامكم. هو بسمة ودارين وميرنا ونور بس الموجودين معانا، حد تاني موجود؟ مش عارف هي مش عايزه تتحمل. اهي ظهرت اهي الحمد لله كده ظهرت. طيب تمام. اول سؤال: If the length of the bond in A2 molecule equal 1.98. هو احنا يا جماعه حلينا مع بعض السلايد دي قبل كده اخر مره انا بشرح، حلينا السلايد الاولانيه دي يعني صح؟ ما حليناهاش. طيب يبقى اول سؤال يلا نحله مع بعض. لو اللينز بتاع الـ A2 1.98 انجستروم and the length in AP equal 1.29 what is the bond length in B2 molecule؟ هنحلها ازاي؟ حد بقى يشغل الصوت ويحلها معايا يلا. هي ظاهرة يا نور عند الناس خلاص ظاهرة. بص يا نور لو انت لو مش ظاهرة عندك دلوقتي ممكن تطلعي معانا كتاب المعاصر الأسئلة اللي على الأتوميك ريديوس وتفتحي الأسئلة وتفتحي أول سؤال. احنا دلوقتي في أول سؤال. طيب
طيب مين اللي هيجاوب يا شباب اول سؤال؟ يلا دايما دارين يلا. ايوه مستر. اتفضلي قولي هنحلها ازاي؟ هنقسم البند بتاعت ال A divide 2. اكسلنت ممتازة. بعد كده هنعمل لها ماينس من البند بتاعت ال AB. تمام. وهنعمل البند اللي طلعت دي هنعمل لها تايمز 2 عشان نجيب البند بتاعت الموليكيول بتاع ال B. تايمز 2 صح كده؟ اه. تمام بتبقى على كام بقى؟ 0.6. اوكي حد عنده حد يعني كلكم فهمتوها خلاص؟ حد عنده اي كومنت على الموضوع دوت؟ طيب واضح انه خلاص تمام الناس كلها تمام. السؤال اللي بعد نمبر 2 طبعا الاجابه اللي لقيتها دارين كلها صح. السؤال اللي بعديه هو السلايد عندك نمبر 2. شباب انا حاسس النهارده ان الناس نايمه خالص ومحدش بيتجاوب معايا بسرعه. احنا يا جماعه لسه عندنا عدد من الاسئله كبير. انا محضر لكم النهارده تقريبا الاسئله كلها اللي على الليست. فالناس يعني تبقى اسرع معايا شويه. يلا بعد دارين على طول يلا. بسمه. يلا يا بسمه. اوبن يور مايك. طيب بس ما هنتردش. ميرنا اوبن يور مايك. مستر ميرنا سامعك اتفضلي. طيب لو هزرك ابتو عدد البروتونز هيبقى نفس عدد حتى لو عدد الالكترونز اتغير فهتبقى الاجابه ايه؟ عدد البروتون هيفضل هو فعلا اتوميك نمبر هتبقى 12 بروتونز. اما لما عمل لوز ل 2 هيبقى عمل لوز 2 الكترون فتبقى 10 الكترون يبقى الاجابه ايه؟ الكترون. ممتازه ممتازه يا ميرنا صح. السؤال الثالث the highest number of compared electron in شباب لو سمحت دلوقتي بسمة دارين ميرنا نسمة نور هم الناس اللي ظهروا قصادي الاونلاين ميتنج اوكي. فلو سمحت كل واحد سؤال ونفتح المايك ونحاول نخلص بسرعه. فدلوقتي خلاص ميرنا جاوبت دارين جاوبت نور هتجاوب بعديها بسمة ونسمة خلاص. تمام هعمل الكترونيك كونفجريشن فهيبقى ارجون 18 اوكي بعد كده 4s2 3d6 ده للاف اي اوكي اسمك ممتازه. بعد كده هي الاجابه هتبقى اف اي بوزيتيف 3 علشان هيخسر 2 من الاس 2 ولما يخسر 1 من ال 3d6 هيبقى 3d5 فهيبقى كل الاوربيتالز في ال 3d هيبقوا هاف فيلد فدوت كده ماكسيمم نمبر اوف امبيرد الكترونز. ممتازه ممتازه ممتازه. طيب السؤال ده هيكرر معاك السنه اللي جايه نور في ثالثه ثانوي فلازم تبقوا فاهمينه وكويس انت فاهماه. لو مسكنا الاف اي بوزيتيف 2 هيطلع معانا 6 الكترون في الدي هيبقى معانا 4 بس. لو مسكنا الاف اي بوزيتيف 4 هنشيل 2 من الاس وهنشيل 2 من الدي فهيبقى معانا برده 4. ولو الاف اي ذات نفسها هتبقى فيها برضو 6 موجودين في الدي فبرضو هيبقى 4. الوحيده اللي هيكون فيها 5 سنجل الكترون امبيرد الكترون هي الاف اي بوزيتيف 3.
السؤال اللي بعديه هو بسمة ونسمة ليفت الميتنج. طيب نخش نرجع تاني بقى دارين. يلا دارين. يلا دارين. هتبقى دي. طيب واي؟ علشان هي لما هتفقد اخر تلاتة هترجع للجراوند ستيت. طيب سؤال بقى ليه ما اخترتش سي؟ ليه ما اخترتش سي؟ علشان الالكترونيك كونفاكيوريشن بتاع النيتروجين مش كده. برافو عليك، ممتازة. يبقى النيتروجين والفوسفورس نقط الاثنين متشابهين، الاثنين يعملوا جين ل3، هتبقى 3 الكترون في 3 بي 3، فالمفروض اخد ال3. بس ليه اخترت الفوسفورس ما اخترتش النيتروجين؟ عشان ده الالكترونيك بتاع الفوسفورس بتاع النيتروجين. ممتاز. السؤال اللي بعديه يلا ميرنا. ما يا مزر، تبقى سي. طيب واي مستر؟ عشان هي ال هي واضحة يعني، عشان هي ال effective nuclear recharge بتاعت الفلورين أكبر، لأن الفلورين يعني اللي هو بيبقى سايب الإلكترونز بتاعته يعني أكتر من الكربون. طب ما ديك أقول الحمد لله عرفت تشرحها، وأنت بتقول لي بس أنا ما أعرفش أشرح، أنت عرفت تشرحيها أهو صح، عشان خاطر عدد الإلكترون وأنا ماشي شوية اليمين أتوميك نمبر بيزيد، فالبروتونز عددها بيزيد فبيزيد الإفكتيف نيوكلير تشارج، فده هيخلي الأتوميك ريدنس بتاعه أصغر من الكربون. تمام. السؤال اللي بعديه شاطرة منه، شاطرة منه. السؤال اللي بعديه ما تبقى بي، علشان لما الأتوم ده من جين الإلكترون الأيون بتبقى عندها أتوميك ريدنس أكبر من الأتوم الأصلي. طيب لو جيت قلت لك الفلورين 9 والصوديوم 11 تتوقعي مين المور اتوميك ريديوس، الفلورين نيجاتيف ايون ولا الصوديوم بوزيتيف ايون؟ تقريبا الصوديوم هيبقى عنده effective nuclear charge اعلى فيبقى اقل في الريديوس، بس انا مش متاكده. طب قوليها تاني معلش، اشرحها تاني. بقول تقريبا الصوديوم هيبقى عنده effective nuclear charge اعلى بس انا مش متاكده، فيبقى هو اقل في الريديوس. طيب هو لو عنده effective nuclear charge اعلى يبقى هو اقل في الاتوميك ريديوس، كلامك صح، معناها ان ال ان اي بوزيتيف اقل من الفلورين نيجاتيف صح؟ هو لا، الفلورين نيجاتيف. اه تمام. اه ماشي، قلت كده، انت قلت ال ان اي بوزيتيف اقل من الفلورين نيجاتيف صح؟ ايوه. طيب ممكن وانت معايا دلوقتي حالا اعملي سيرش كده، اكتبي ان اي بوزيتيف ايكوال كام الايونيك ريديوس اوف صوديوم. هي تقريبا مكتوبة في المعاصر، بص عليها. بس عايز اثبتها لك، ها اثبتها لك بالارقام. هو ال NA بس 190 والفلورين 42. والفلورين كام؟ 42 بس مش بالآين. لا لا لا، انا بتكلم بالآين. هي دي هي حسابات عندنا؟ انا هكمل لك بس اعمليها، بس انا عايزك تجيبها لي الرقم. Thank you.
النت مهنج عندي، فممكن حضرتك تقول لاني مش عارفه اطلعها دلوقتي. بص لو بصينا للصوديوم ايون كنت لسه قايله كام؟ الايون معاك هتبقى كام؟ طب بص بص الفلورايد ايون العيون كريدتس بتاعتها 136 بيكوميتر. حلو اكتبي عندك 136 بيكوميتر. طيب طيب الصوديوم ايون بيكوميتر بكام؟ 136. ثواني بس اجيب لك بس بتاعه الايون. بص هي مش مكتوبه بالظبط، هو مكتوب الصوديوم. المهم ان انت في الاخر خالص هتطلع معاك ان الصوديوم اعلى من الصوديوم، بص هتطلع اعلى من الفلورين نيجاتيف. طيب ازاي يا مستر بقى؟ مع ان احنا لسه من شويه كنا بنقول ان الصوديوم بوزيتيف اقل من الكلورين نيجاتيف. بصي الفكره كلها في عدد الانرجي ليفل. الصوديوم لما حضرتك كان 281 لما فقدت الالكترون اللي كان موجود رقم زي تالت كده بالارقام صح؟ تمام. في حاله النمبر اوف الكترونز اللي كان موجود في 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 حاله الكلورين كان عدد الالكترونز والنيوكليير تشارج كان 3 انرجي ليفل، فكان معايا 18 الكترون تمام، وكان معايا اصلا البروتون 17، فيعتبر الاتوميك سايز ان هو يعتبر كبير صح كده؟ ده في حاله الكلورايد نيجاتيف. تمام. في حاله الصوديوم بوزيتيف كان معايا عدد ال 28 بقوا 11 بروتون و 10 الكترون، فبقى عندي الاتوم سايز بتاعي صغير، فاذا ال ان اي بوزيتيف اقل من السي ال نيجاتيف صح كده؟ مفيش مشكله. تمام. تعالي بقى امسكي مكان الكلورين نيجاتيف حط مكانها اف نيجاتيف، بقت 27 خدت 1 بقت كام؟ 28. والصوديوم لما فقد بقى 28، اذا هنا يعتبر كاننا بنتكلم ان الاثنين متساويين صح؟ بس هنا عندي 11 بروتون مع 10 وهنا 9 بروتون مع 10، مين اللي يكون عنده اتوميك ريديس اكبر؟ ال 9 مع 10. ال 9 مع 10 المفروض يكون فعلا عندها اتوميك ريديس اكبر، لان هنا كده اهوت النمبر اوف بوست بروتون اقل فالنيوكليير تشارج تقل. المهم انك حسبتها بالارقام هيطلع معاك مثلا الكلورين يشوف رقم تاني. المهم انت لما تيجي تبص على عدد الانرجي ليفل، لو عدد الانرجي ليفل متساوي هتلاقي ان الاتوميك ريديوس او الايونيك ريديوس بتاع اللي فيه نيوكليير تشارج اعلى هو ده اللي الحجم بتاعه ايه اقل. لو الانرجي ليفل متساوي، لو الانرجي ليفل عندك اكتر يبقى ليه الاولويه، انرجي ليفل اكتر يبقى هو الحجم بتاعه اكبر. طب هو هنا كده طب هنا طلع متساوي بس مع هذا ان ايه هو اللي اكبر ليه بقى؟ انت بتحسبيها في حته ايه بقى؟ زي ما قلت لك حته النيوكليير تشارج والبروتون والالكترون. شوف البروتون اللي عندك والالكترون اللي عندك وشوف الاتراكشن فورس اللي ما بينهم، وبناء عليها تقدر تحددي الحجم بتاع الاصغر والاكبر. هي ما لهاش عندك قانون ثابت بس كل اللي اقدر اقوله لك اتفضلي. انا عملت كده طلع ان الاف هو الاكبر بس هو الاصغر. انا بقول لك الرقم اللي انا جبته لك دوت، انا بقول لك ده تقريبا بتاع الصوديوم بس مش الصوديوم ايون. انا بقول لك ابحثي عن الصوديوم ايون ذات نفسه. الرقم اللي انا جبته لك ده لما بصيت عليه على النت دلوقتي اللي انت كنت قايله لي ده كان بتاع الصوديوم مش الصوديوم ايون اللي هو 227. المهم انت لما تبحث عن الارقام ديت يا نور ابحث عن الارقام بتاعه الايونيك ريديوس وقارن ما بينهم. شوفي بقى عندك لو في نفس الانرجي ليفل على نفس عدد الانرجي ليفل، شوفي مين النيوكليير تشارج اللي اعلى، ده يكون حجمه اقل. الحته دي يا جماعه انا متاكد انه هيلعب فيها في الامتحان. تمام انت فهمتيني كده؟ الجزء ده ليه بقى؟ انت عارف انا ليه ايه اللي خلاني يعني اخد الموضوع بره خالص الاطار واشرح الجزء ده اكتر من مره؟ السؤال اللي عندك دوت الطبيعي والمنطقي عشان ده نفس الاكس ونفس الاتوم، يبقى الاكس نيجاتيف اين اكبر من الاكس اتوم. المشكله كلها
لما يجي لك سؤال تاني في حاجات مختلفه اكس واي وزد هتعمليها ازاي؟ المفروض ان هي حسابات عندي. المفروض ان هي ايه؟ ملهاش حسابات عندي. لا ملهاش حسابات يعني، دي حقيقه، بس دايما حطها لك في الانرجي ليفل، اللي تلاقيه عنده عدد انرجي ليفل اكتر هو ده لما يكون حجمه اكبر، دايما الانرجي ليفل هتكون اكبر. بص خلي بالك، هو الطبيعي السي ال نيجاتيف والان اي بوزيتيف، الطبيعي اي دماغ طالب بتفكر هيرجع للاصل الان اي بس سي ال. نور ما ردتش عليا، ما اعرفش الصوت قطع. الان حضرتك اخر حاجه سمعتها ان الان اي اصغر من السي ال. الان اي، الان اي مش الان اي البوزيتيف ايون، بتكلم على الان اي نيوترال اتوم الطبيعي. أيوة. بتاعها اكبر واصغر من السي ال. تمام. الطبيعي بتاعها اصغر. لا اصغر ازاي؟ ايوه انا ماشي من الشمال لليمين يا نور، الاتوم الجديد بتاعي بيقل. اكبر معلش. صح كده؟ يبقى الـ NA أكبر من الكلورين الأتوم النيوترال الأتوم العادية. أي لما تيجي بقى أنت كده رجعت للأصل الطبيعي، لما تيجي تفقدي فأنت هتقول إن الـ NA برضو بوستيف ستيل لسه هو أكبر من الـ CL نيجاتيف، صح؟ مفروض. ما مش هيطلع كده، هيطلع إن الـ NA بوستيف أصغر من الـ CL نيجاتيف. أيوة. فهي دي بقى القاعده اللي انا بتكلم فيها، ان هو لما فقد الالكترون الصوديوم بقى 2 انرجي ليفل بس، غير لما كان 3 انرجي ليفل فالحجم قل جدا. فهمتني؟ لو هو في الامتحان طلع رحيم بيكو هيروح جايب لك من التيبل من الجدول اللي موجود في كتاب المدرسه ويقارن ما بين الصوديوم مثلا والفلورين، حاجات موجود تكون موجوده عندك في كتاب المدرسه او الصوديوم والكلورين موجود في كتاب المدرسه. لو ما لو حب يرخم هيجيب حاجات ثانيه. طب بص السؤال اللي هو رقم ايه الدواء؟ طبعا يا شباب امين وهادي وميرنا انتوا كلكم معانا فاهمين المناقشه، طبعا المناقشه دي لينا كلنا يعني الدنيا اوكي بس دارين تمام. دليل هادي ميرنا والصوت قطع من عند الكل ولا يا شباب؟ نور نور سامعين يا شباب؟ يعني انتوا سامعيني اصلا؟ طيب ماشي، كمل السؤال اللي بعديه 7. What does happen when strontium ion is converted to ion؟ ايه اللي هيحصل؟ حد طيب يفتح المايك ويتكلم؟ هتبقى سي يا مستر. طب هي صح، بوستيف 2 وسمولر. طب كملي لي معلش يا دارين سؤال 8 بقى. Which of the following has ions has larger radius؟ هتبقى C. طيب ايه بقى الفكره ان هو بتاعت السؤال؟ هو هنا ال LI وال RP الاثنين بوزيتيف فالradius بتاعهم هيبقى صغير. تمام. الفلورين والايودين الاثنين بتاعهم كبير، بس انا عشان بصيت في النت وكده فكان الايودين اكبر. طيب هو انت كمان وانت نازله من فوق لتحت المفروض ان الاتوميك ريديس ماله من فوق لتحت بيزيد، فهو كده الايودين تحت الفلورين. فلورين كلورين برومين ايودين، فالايودين تحت. بس هي الفكره كلها ان هي انت كده الاجابه صح ايودين، بس الفكره كلها برضو ان انا مش مقتنع ان الرابيديوم لو انت حسبت الاتوميك ريديس بتاعه مي بي اي ثينك يعني انه ممكن يكون اكبر من الفلورين نيجاتيف. فهمتني؟ انت حصرت اجابتك بين الايودين ما بين الفلورين. اي ثينك ان الايودين ده مهما كان اللوز بتاعه هيكون اكبر من الفلورين نيجاتيف. فدي بقى الفكره اللي انا بكلمكم عليها.
هي دلوقتي نور بتتكلم في فكره ثانيه، فكره يا مستر ان احنا مش علينا ان احنا نحسب ده. انا اي تراست ان هي مش عليكم، بس هي الفكره كلها ان هو ممكن يتكلم في فكره الانرجي ليفلز، لان انا عدد الانرجي في الرابيديوم هيكون كتير، فمهما أيوة. حتى كل اللي بره برضه هيكون اكبر من اللي في الرابيديوم النيجاتيف، فهمتني؟ بس هي دي البوينت اللي انا بتكلم فيها. سؤال دي ناين. طب ثانيه يعني احنا نحل على اساس ايه بقى؟ انا بقولك التارجت بتاعي ان انا احل على اساس الانرجي ليفلز، بس لو انا عايزك تحليها نموذجيه، هاتي لاول 30 40 عنصر عندك في المودرن بيوتيك تيبل، هاتلهم الايونيك ريديوس شور، يعني تكون متاكد من الارقام بتاعتها، ما يكونش زي ما طلع لي مثلا كده على السيرش الاتوميك ريديوس، لا الايونيك ريديوس بعد ما بيعمل موز وبعد ما بيعمل جين، واعمليها عندك في تيبل، ويا ريت تعملي لي البرزنتيشن دي وتبعتيها لي، يعني هكلفك بالبرزنتيشن دي. تنفع؟ لا مش متاكده يعني، مش عارفه. طب ليه انا هقول لك على حاجه، انت ممكن تشتركوا مع بعض، كل واحد يقسم نفسه يعمل جزء من العناصر ويعملها كلها وتعملوها، هتفيدني. ماشي لو كده ماشي، بس انا مش ما اضمنش ان انا ممكن اجيبها كلها لوحدي يعني. لا مش لوحدك ولا حاجه، ميرنا وانتي ودارين وهادي هتشتركوا مع بعض، وبسمه ونسمه بيحبوا برضو السيرش، واحمد ياسر واسمه ايه ده وسيف، وتحاولوا كل واحد يمسك ثلاث اربع عناصر يجيبهم ويشتركوا كلكم وتعملوا لنا تيبل للايونيك ريديوس بتاعنا. خلاص ان شاء الله. ماشي يلا سؤال 9. واضح كمان السيشن خلاص خلصت، فهنحل 9 بس. 9 هادي المايك شغال. هادي طيب هادي المايك شغال. ميرنا مامي مس اتفضلي قولي. هي هتبقى ايه بس انا مش عارفه ليه ناين، هتبقى ايه مش عارفه ليه. طب هو الايونيك ريديوس بتاع الرابيديوم، الرابيديوم دوت بيعمل لوز، فالمفروض الايونيك ريديوس بتاعه يكون بوزيتيف. مين في الاربع ارقام الوحيد اللي لسه 235؟ هو ال ايه انا برضه اخترت على اساس كده بس يعني هي دي الفكره. خلاص سؤال 10. هتبقى ايه؟ صح، النيتروجين هيبقى اكبر من الفلورين، اكبر من الصوديوم، اكبر من الالومنيوم. تمام اهو، بص هنا النيتروجين المفروض ان النيتروجين هو نفس عدد الانرجي ليفل في الالومنيوم في الصوديوم في الفلورين، كلهم الاربعه عندهم نفس عدد الانرجي ليفل. حلو كده. بس الالومنيوم عنده بوزيتيف 13 مع 10، فالاتراكشن فورس عاليه، هتبقى الحجم اصغر من لما يكون 11 مع 10. طيب هيكون اصغر من لما يكون 9 مع 10، هيكون اصغر لما يكون 7 مع 10. كل ما عدد البروتون قل هنا اهوت في نفس الانرجي ليفل، كل ما الحجم كان اكبر. قفلتوها كده فاهمها. طيب عشان كده زي ما قلت لك في الاول خالص، الفلورين هنا هيبقى اعلى من الصوديوم، وبرده الكلورين، هي هنا الرابيديوم اللي كنت بتكلم عنها بتاعت الرابيديوم والفلورين. طيب المهم كده انا شغال خلصت معاكم خلاص الجزء دوت، ان شاء الله باذن الله بكره ان شاء الله باذن الله هحاول اكمل معاكم ايه الجزء اللي باقي. في اي حد في اي استفسار عن اي حاجه؟ لا شكرا يا مستر. شكرا ليكم يا بنات، شكرا يا هادي، اشكركم. دارين وميرنا في اي سؤال؟ دارين ليفين خلاص اوكي.